بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتي تحستو استمهرون اي الأصول الثلاثة ابتي مالت مدمدمتا بيصحنا علينا مالت اتي اقداس زخونه ودي سبك فلتزلو تنسلسته مسرتاويان أصول دخونا ودي سبوين مستقبره ملائكة مزيوم زحتو نعاتن ننويح كيزي خنقلت سنحنا مالتيو مبقاري ابتاسال سيتي ودي سب زحتت الله ومن نبي يكتبل ابو ابتزحلفون بزحت انتانيتات قليسنا نيرنا النبي عليه الصلاة والسلام دعو ام جميروم لك اكمتم زحلفو نبيات دعوة انا قبورو خلو كومو انتم دحلفوت نبيات وين بزحت اقامات تيقات امم نيرو ننبينا محمد عليه الصلاة والسلام وين بزحت اقامات اقات امم مالتيو مخنياتو اتيز نبورول نمدن باهلن نعو قديفهم ابتني عقيدة ناي توحيد الله سبحانه وتعالى نبحتو تراح مملاق زبل ابتمي جمري اي تقبلون انتخونقن كمتي سنة الله مالتي توم أنبياء كجمهور خلو ببقرم دعبتي دين خيد مالتيو كم دمانين رسول عليه الصلاة والسلام كبدك مدينة قال سبات أمين أمم أمو بيعاء يوم لهم أبكال أي بيعاوين يا رسول الله انت رأمي سيخانا هنكبال كائنا لكع كمولادنا نجنزبنا نحلوه كمونك نحلوه كائنا لهم قال مساءته لهم النبي عليه الصلاة والسلام هجرا جيرو ميلنا بتزحلفت غيسنا نيرنا كابذا ليتزي النبي عليه الصلاه والسلام هاجيروم ني مالت كما كان مدينه زخدولا كابا مقصري تقصيرو مالتيو نمفلت زخون حدا يلوم جميروم كساب زحج زلنا يشحن 437 هجريا بصحنا لنا مالتيو والنبي عليه الصلاه والسلام بزحهم تهاسيوم بزح مقداتوين وريدوهم كابوزوهم انتخونقين سبر جيروم الله سبحانه وتعالى وين فاصبر كما سبر أول العزم من الرسل الوم كم تمكن مخازن ورو بعل موسى إبراهيم نوح عيسى بزح سبر زقوروه كم آتهم دمان السخاوين سبر قبري خاتبه لهم النبي عليه الصلاة والسلام بتس أوارنت نتدعوا أبتحمو أمو كقتلوهم كأمس هكونو النبي عليه الصلاة والسلام هجران خقبرو الله سبحانه وتعالى أفكد لهم مالتيو كم مكان مدينة هاجروا من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وين تم بروزات مروزات دقونو رب سبحانه وتعالى زرده لهم زي أتومين قدموا من نبحبشا قليهم هاجرهم نيرهم قلي دماني قدموا من رسول عليه الصلاة والسلام نم مدينة دهاجروا نيرهم مالتهم زي كل زي زمت سوزولو انتايو دسددوم دولو انت دعيلك اتا كم جبن جيرم دقطر وادلو دك سبات انت انت لا تباهلو ربنا ربنا مالت حد ربنا خالق السماوات والارض سمايات المريت زفتر الله نعوت رحنا نملخ سلازبولو بزي بزح ما سيت اوريدوم لهم كابتي من قد قنوع كابتي من قد نبيات ندق سبات نخوصوين كساب يوم القيامة خمزة عينة تزي أمونغو حق أمونغو باطلن كل زي صراع يزولو مالتيو سلزي توم سب حق زخونو توم من قد نبيات زخو تولو زخون دماني تحق كبرهو قدية تومي مالتيو مهنياتو هو أبزي الدنيا زكوت أقماتن شقراتن توردكا نزي كل درسع الله سبحانه وتعالى دماني في مالت جزاء نايتي زعرنيا زخونة نتدعوا زقبر كمود ما تمقام ني أنبياء وزعبي ناتهم من قد حسكات كيد كلها درجة عبي زخون مالتيو ولذلك توم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بروزات مروزات دخونو هزبيهم ولذلك ربنا عز وجل وين أبصرة التوبة من بالميت آية أشهد لهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه زياتهم رب زردي لهم يوم زياتهم رب سبحانه وتعالى زمسكر لهم يوم زياتهم مبشرين بالجنة يوم بزحت عن النبي عليه الصلاة والسلام اقلن اقلن لومين زبسر ومنيرهم مالتهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وتعبي عود زبها الأينا انت رأيك الرسول عليه الصلاة والسلام مختالي مالتيو ويقول تعالى شاهدا لهم بالإيمان الحق
حق إنياتات مخانهم رب سبحانه وتعالى مسكر لهم يوم رب سبحانه وتعالى زي مسكر لهم من يتناتهم مسلهم ويدمان تناتهم كبرتهم كقفوا لهم زخ المالت يزياتهم رضي الله عنهم وردوا عنه. ولذلك ربنا عز وجل بسورة الأنفال انتايلوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم له توم زغشوا يكونوا توم تسددوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا كمدمان دك مدينة دماني أنصار تباهلهم دماني النبي عليه الصلاة والسلام زعوتوا لسحبا استقبلوا دماني والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا زياتهم بحق آمن تزخوني أميلوا رب سبحانه وتعالى مسكر لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كمتي أب رواية البخاري ومسلم تتقص زلو حديث مالتو بزعبا صحاباي تتنقق يخمي لهم نعوهم بزخوني يخون كتدافر نعوهم بزخوني يخون كتمتاطر يبلكان مالتو درجة خائكون انزياتهم بلوصات زخونوا رب سبحانه وتعالى فوليات غيرو زخون لقومي رب سبحانه وتعالى زدالي يمرت انزياتهم دماني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كخونوا تمريتهم مالتهم. ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري ومسلم تايلهم لا تسب أصحابي لهم فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه لهم مالت زوم صحابازي أتوم بروزات مروزات دخونو بوزوتي كيت تعرفوا لي كيت بحما كيت تذكروا لي إلى من النبي عليه الصلاة والسلام من السخاتكم زوهابكم تهابكم صدقاكم تتصدقكم كندقوا بتزخون كندتا حفصوناتاتهم زوت أواوين أي تخونين يا إلى من النبي عليه الصلاة والسلام مهنياتو زي أتوم بلوزات فوليات يوم. ولذلك إمام الطحاوي رضي الله يعني رحمه الله أب عقيدة أب تختابناتو من تايبل ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نصحابة النبي عليه الصلاة والسلام نفتوهم نفكرهم هنا ولا نفرط في حب أحد منهم كباتهم إقلن إقلن إلنا ممينا نحادي لحف نبلون نحادي نتحتون يبلنا نخلاتهم هنا نفتوهم ولا نفرط في حب أحد منهم كباتهم سني كان محبة نقدل له درجة يلن يبل ولا نتبرأ من أحد منهم كاب إقلن كمزيس لزو خونسي إلنا يعني ننزقو قداي يبلنا ونبغض من يبغضهم نسحابا دسألي نحنا تسألاتو إنا وبغير الحق يذكرهم بزي قبو إن عمد ذكرهم زخوني إزي تسألائنا يبل مالتو ولا نذكرهم إلا بالجميل كم ترسل عليه الصلاة والسلام وسيا زهابو نحنا دما نخذ ذكرهم تخوينا بتبو إنا نذكرهم مخنياتو خسدودو خلو رسول مسؤوم كوينهم تسددو تسددهم كموتو خلو نسحا نرسل عليه الصلاة والسلام نسحابا استقبلوا سلزخونو إزي آتهم ولا نذكرهم إلا بالجميل وحبهم دين وإيمان وإحسان نسحابة مفتو إذا حدا كابتي دينيو كابتي إحسان زبها لنتاين انت تلال كان نسحابة النبي عليه الصلاة والسلام مفتاويو وبغضهم كفر ونفاق وطغيان نسحابة دماني مثلا متصراف ويدمان مخحد نعاتهم دماني إذا كحدتن كامن قد حقن موتا أني مالتيو بأري إذا يمتهم بلوتات زبهالو صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بأري النبي عليه الصلاة والسلام تفقيد لهم هجرا جيرهم نمدينة كيدهم مالتيهم النبي عليه الصلاة والسلام كاب مكة نمدينة خدو خلوين بقليل كنتات يكونون كيدهم كهاجرون كلو أمويت بيوم سلزن بورتهم صلاة قتلوا ميلهم نسيدنا علي رضي الله عنه وارده أبزافر ناشناتي دك سيخاي لهمو بحماقو ناك متأكاني لهمو نسيدنا أبو بكر تسامامعم النبي عليه الصلاة والسلام نخل نتقزاء كابي بومون كلو قرآنهم إن قرآن النبي عليه الصلاة والسلام وتيوم كابتهم تلات مالتهم. ولذلك بدحريه توجحت رأيه حمد النبي عليه الصلاة والسلام أبروسهم بتنوملهم حمد أبروسهم مدقاس وسيروم سنيح برتبولو كل احتبولو تفرناش كم زلة تاريخ ما جينا يتسئني النبولو
بدي ومس وجهي سيدنا علي وصيام تاخونكم تبولوا ما ابي له محمد مح الرسول عليه الصلاه والسلام يلو انت باهيلو بلدلي خات باهيلو يمانن صقامن يلوم الرسول عليه الصلاه والسلام كقتلهم حقينهم مالتهم انت خونا جن النبي عليه الصلاه والسلام اكايدو من بقطتا كند المدينه زقدون نوغن يمن ابي لهم ناب جنوب قصوم كيدوم النبي عليه الصلاه والسلام بدحريو ابو اب حنت بعتي غار الثور تبهلت ابا سلسه معلت تصنيهم حزبيتات ويتم كحتز بهالو دليم مسانوم النبي عليه الصلاه والسلام تمنجدنا مدينه حيزوم مدينه بتيهم مالتهم وهم صلاتي الرسول عليه الصلاه والسلام قتيلو ويدمان بهوته دمصالنا نحنا خمزن كندزن داكل شلمات هالو نابولوين بزح نسب التباب يعمم نتم كحت نخزوه مالتي لكن الله سبحانه وتعالى حفظهم رب سبحانه وتعالى حليهم النبي عليه الصلاة والسلام لمدينة أتيهم مالتهم أم مدينة مساته تي ذترف شرايع تأزيزهم مالتهم كم صيام زكاة زيتات أبكال أي عمت هجرة مسكود النبي عليه الصلاة والسلام تأزيزه مالتهم وفرد عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح مالت أم بلتاش أي عمت هجرة مسكبر النبي عليه الصلاة والسلام دماني انتهي تأزيزهم حج تأزيزهم مالتهم وبذلك تكاملت أركان الإسلام بز دماني تسلمنا تأركان الإسلام دماني مليئو مالتهم إذن كابزي انتهي كنرداء نخل مالتهم والحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى مجمّر يام بقاريك ولحتاخ قبرو اللي خل زلو دعاتي خونو كومونا بقنع من قد زحبر زخوانا سب مجمّر يام تقاوعتك قبرو زلو اهتمام كقبرو لدلو قدينا التوحيد مالتيو الدعوة إلى الله إلى التوحيد مالتيو وأنه يبدأ الداعية به قبل أن يبدأ بالصلاة والصيام والزكاة كان مزخوانا يكون شرعوي رب سبحانه وتعالى دا أززو قدامي تخزز دلو قدينا التوحيد مالتيو مخنياتو النبي عليه الصلاة وسلامين بو يوم جميرهم اب توحيد دك سبات بتصنعو بدحريو عزيزو ممهناتو توحيد زي بولو انت داخوينو اب شركز ودق سب انت داخوينو ولا انت سجد انت تصوموين كتقمو يكئلني مالتو مجمريا لا اله الا الله محمد رسول الله تبل نساخت قرن علوا مالتو كابز كله زملخ باطل دخون نقولو نسيكا حدا الله سبحانه وتعالى طرح زملخ نرى الله سبحانه وتعالى طرح توحيد زلوت انت الاخوين بدحري يسرح كاي سرحات تقبال النت زركب مالتي اذا فالنبي عليه الصلاه والسلام حتى نتم دعات دعواز قبروين كلكم كلو انتي قبر نيروم انت دايلكا مجمريا يززوم نيروم كبتي اب حديث معاذ بن جبل دلو مالتي انتي لمو انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام معاذ نيمن ليخمو دعوه نخجبر امو يلمو يا معاذ امباري زمت خدم دلخاس اهل الكتاب يوم زمت خدم دلخا خمزي يوم كنتات نجيرمو دحار يلمو مجمر يا تصاوعي تغبرو ابتا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ابو خونا لو يلمو فانهم اجابوا لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات حرأي لهم ترى تقبلهم خان إذا توحيد زي أنا لا إله إلا الله آمين أم لا بجك ربي بجك حدا الله كالي بحق اسم الله يلني لهم ترى شهادة الحق ترى أزجيرهم بدحريو أم معلتن ليتن حمشت جزء السجد كم زلوا عززوا مخا ويدماني نقروا مخا إلى ما مالته فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا الزكاة ولا الصيام إلا بعد تحقيق التوحيد ووجود التوحيد بأري مجمّر يا توحيد كمال الله توحيد مستمال يا خا نبكالي عدمة تجبر ويدماني تتوع مالتي أنا سبات فحفح كيبلونا قدم بهدحان بأخلاق جرنا نهنجمر قدم بخمزين نهنجمر انت دايلو زي من قدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أيكونتن من قدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ناسح انت داخوينك لله الكاتم عد انت داخوينك بتاع النبي عليه الصلاة والسلام من قد زخدوا بأخا كتكيد لك مالتي مهناتو انت دا بجك رب سبحانه وتعالى زي أم ولاد كهوبه اليوم زي أم رزق كهوبه يوم زي أم كم زقبر يوم دبل إمنت انت الله خوينا حادثب كالي عبادات انت قبر تقبل نت يبولون مجمرة توحيد لا إله إلا الله نسا تريت نسهتن كتكوني زلوا مالتي ولذلك منهجنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ازي انيرو مالتي مبار النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه فائدة مهمة خبزي الأصول الثلاثة ونوسط زلنا تاريخنا يا رسول عليه الصلاة والسلام عبت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم سأتناون إزي بزيادة إبرحالنا لو مالتو انتا انتا دائلك
تقدّي نيتوحيد عبي قلحتها كجبرلو كم زلوا مالتيو طبعاً هجرة مالت انتهى مالتيو انتداينا النبي عليه الصلاة والسلام سي كم مكة نام مدينة هجروم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مدينة قديفهم نبحبش هجروم هجرة مالت انتهى مالتيو انتداينا والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مالت كابتي كفرن كحدتين زلوا عادي نبتي إسلام نب عاد إسلام زخون نابو تساقعرن كلها أزيوتي هجرة زبهال مالتيو أما الهجرة أبقاك عرب لكن ترارينا هجرة مالت أترك مالتيو مقدف مالتيو وتقول رب سبحانه وتعالى زخال كلون كتقدف على كمالتيو ترب زخال كلون وعقد الحق على كترب أزوزون كتفتسم على كأزون بمعنى مفهوم العام ناي هجرة مالتيو هجرة مالت عدخا قديف كا كفرين شركين سلزلو توحيد سلزيبولو إلكان ابتي عد اسلام زلو توحيد زلو صلاة كاتمين انقر كاسقدولو إزي عينة إزي هجرة دماني طبعا قرينا ناي جهاد في سبيل الله مس جهاد في سبيل الله بحادة قزي تقارينو زخيد اب آياتنا القرآن الكريم بزوحة لنا مالت وهي فريدة باقية غير منسوخة إزي هجرة زي مالت دينكا كتسق سجدلو زي تخل كتصاملو زي تخل دينك إظهار كتقبرلو زي تخل تداخنك زون باقي إلى يوم القيامة إذا لو مالتي ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام انتهى لهم مالتي ما بحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة لهم هجرة أي قارئ سنو كساب توبة زو قارئ لهم ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها توبة وين أي قارئ سنو كساب صحي بمعراب تبرق مالتي إذا صحيح جن فلتا بمبرق تبرق بمعراب دمان تعرب يوم القيامة مسكونة جن مالت عكس خوني مالتي بمعراب تبرق قلو جزي قلو مالتي بمعراب انت بريقة باب التوبة تعطي مالتي ولا بدحريو دخوني يكون سب أنا توبي تلقو لا إله إلا الله قبلي انت دعيلو ويدماني توبة قبلي انت دعيلو تقبل النت يبلون مالتي ولذلك هجرة كل جزي باقي دخوني ترافعي أيكونن ويدماني النبي عليه الصلاة والسلام كما كان مدينة مسحجرو بوتدم ديميو كنبل أين خلنا مالتي بل تما بعد كفر خوينهم بعد قحدت خوينهم مسلاتهم دي سودو ويدماني دينهم دي ظهرو زنبورو زي أتهم صباح نقول تتيقتيهم ولذلك ربنا عز وجل بسورة النساء مبل تسعة شوعة كسب مئة زلون تدارينا بزعبازي عمل كتو إزارب مالتي تايب مالتي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إبل مالتيو إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا إذن انت زردانا مالتي انت حد سب الدنيا عجباته ويدمنا بني الدنيا تزناقع مالتي أمه إظهار الشريعة قديفو صلاة قديفو أب كحدة تقديدو ديو ويقلديو انت نيرو أمو دمان بخمزة عنا تزكونة تتنزموتو سي ملائكة همزيو لهم مالتهم نمتا عمتاي نيركم سولو والله يعني مستدعفين نيرنا كإلا تاي نبرنا نبلو ألم تكون أرض الله واسعة مريتنا يا ربي سفيح دي نبرنيو نسخة استفتر كالو علامة نمتاي دي نيرو نتوحيد دي نيرو رب سبحانه وتعالى نخد قزة دي نيرو انت لا أخد قزة قالو زي تخلقون كان نمتاي زي قدف كايو تبايلهم يحتوتو مالتهم وهنياتو أصل دك سباتن قانين استفوت أرو له علامة نو الدنيا خعمرون أبو الدنيا كبازحون ويدماني قلت ريت كن خقبرون نزيك وننتقن دا علامة استفوت أرو له الله سبحانه وتعالى انتايل بسورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن عبادة انت دا أخوينو تي عبادة خاقت ما لا قالو زي تخل انت دا أخوين كاك تهاجر واجبي مالتي ولذلك إذي ربنا عز وجل وانتايلو ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما زي آيات زي بسورة النساء زلو مالتي إذن إذن تاير الدعنا مالتي إمام البغوي تايبل سبب نزولنا زي آيات زي أسني في ترك الهجرة أوريدا يبل مالتي فقد
فقد ترك واجبا ازي انت يرد انا يبل امام البغوي هجرة واجب مخانو يرد انا مالتيو دي هاجر سبدماني ازي انت يرد انا مالتيو وكان عاسيا ولكن لا يخرج من الاسلام بترك الهجرة حدث سب هجرة سلزقد فس سخاق حيتكا حق تبلو يتخليني خامو امينيو اسلامي لا اله الا الله يبل الله مالتيو انت قونقين ازي واجب ازي بمقدافو قن وعيد شديد الله يبل امام البغوي مالتيو اذا ازي انت يرد انا مالتيو النبي عليه الصلاه والسلام كمون صحابه النبي عليه الصلاه والسلام عدم قديفهم كم زهاجروا مالتيو ازي تحدي كابتن الاصول الثلاثه تسلسيتي تنتنو زلنا ان شاء الله ابتزمت تحستو نراخب مالتيو وصلى الله وسلم على نبينا محمد.